ندوزو للسؤال رقم 8. قال لك لا ميزون باج، قال لك كونفيغير لي زوبسيون دو لا ميزون باج، لا بلاج دو سيلول بي 3 اس 25، دونك بي 3 هي هذه، اس 25 هي هذه، هي هذه، فوالا. دونك غادي نجرب شي كامل. اوكي، اللي باغي يكتب حتى هنا هي بي 3 دو بوان اس 25، فوالا. مزيان. قال لك سيدي هذا غادي دير له ديفينيغ، دونك غادي تكون هذه هي لا زون دامبريسيون، وغادي تاكتيفي لوبسيون امبريمي لو كادرياج، هذا الشيء شفناه في الدوكيمون اللي فات. دونك كنمشي لميزون باج، غادي نختار له هنا زون امبريسيون ديفينيغ، ومن بعد كنجي لهنا امبريمي، هاهي كادرياج امبريمي، او بيان ندخل لهنا ونختار له امبريسيون كادرياج. هذا فيما يخص السؤال رقم 8. ندوزو للسؤال رقم 9. ماسكي لي كولون، قالك اختار ليا لا كولون ا، دونك كنضرب فوق ا وسير ليا الاو، غادي نشد لك نبقى ضاغط على هذا توش كونترول في الكلافي، نضرب على او، نضرب على بي وكيلو ار، هادو كلهم قلت لك دير ليهم ماسكي. بور ماسكي سواء انك دير بوطون دروا تدير ماسكي، سواء انك تمشي هنا لاكي وكتمشي تختار فورما، وغادي تختار هنا افيشي اي ماسكي، وغادي تختار له ماسكي لي كولون. واحد منهم هما متماسكا، كندير اونروجيسيل دوكيمون بيان سير. السؤال رقم 10 قال لك سيدي انسيغي اون ايماج ا دروات، يعني تكون هنا في هذا المكان، ما تكونش في البلوكيون، تكون هنا، وملي غيدير لانسيرسيون ديال هاد ليماج غيتقطعها. دونك 10 و 11 نخدموهم متابعين. دونك كنمشيو نضرب هنا، كندير انسيرسيون ايماج، كي تفتح لي لو دوسي ميز ايماج اوتوماتيكمون، كندير كليك على هاد ليبر، كندير لانسيري، ها هي فين. من بعد كندير كليك على هاد ليماج، كنمشي لفورما، و هاد الفورما راه ديالها يعني الادوات ديالها، وكنمشي لهنا لغوني، ندير كليك على غوني ونختار غوني على فورم، ونختارو هاد لافورم هادا، راه السمية ديالو غوني ان ريكتونجل افيك ان كوان اروندي، كوان ديغونال، وهنا السؤال. إذا هادي هي الطريقة ديال إدراج الصورة، إلا مبانش ليكم مزيان هانتوما لاحظو راه تقطع، تشوفو الجناب ديالها راه مقطع. هذا فيما يخص السؤال رقم 10. السؤال رقم 11، السؤال رقم 12 قالك أسيدي سير خدم ليا فلافا ريزومي. دونك غادي نمشي نضرب على ريزيمي هنا، غادي نخدمو في هادي. أول حاجة قالك سير ليا لا سيلول بي 5 هادي، قالك إتيليزي لا فونكسيون دغوات بوغ كوا، بوغ انسيري لو نون دو بروفيسور دون لا كولوم بي. المهم شنو المقصود هنايا بي 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 5 يا بي 5 بي 5 يا هنا بغاونا نجيبو ان نون منين، من هنا ما غاديش نديرو لي كوبي كولا، غادي نستعملو هاد لا سي لا فونكسيون دروات. لا فونكسيون دروات شنو تدير؟ لا فونكسيون دروات كتبدا تحسب من اليمن، كتبدا تهز واحد العدد ديال الحروف، نتا كتعطيها لو نومبر ديال الحروف وكتحطهم هنا اوتوماتيكمون. اذا كندير كليك على هاد لا سي دو بي 5، كنمشي نضرب في اف اكس هنا بوغ انسيري اون فونكسيون، من بعد غادي نختار دروات، ها هي في اللي ما خرجاش لي هنا يقلب عليها هنا في هذا المكان، اللي ما عرفش كيفاش يقلب يشوف الدوكيمون نيميرو 1، راه عطيت له بزاف ديال الوقت باش تحط الامور، يعني لا داعي نعاود نطولوا اكثر هذا الفيديو. اذا كندير كليك هنا على دروات، كندير اوكي، وقال لك عطيني لو تيكست. لو تيكست غادي يكون هو لا سيلول بي 2، هادي ها هي في عندنا لو تيكست هو لا سيلول بي 2 فوالا، والريفيرونس يكون ابسولي. ابسولي سكيل في كنجي قدامها قدام بي وكندير دولار، وكنجي قدام جوج وكندير دولار، وكاين اللي كيبغي يخدم هادي غير كيدخل بيناتهم كيدير اف 4 اف 4، واللي بغي يخدمها مانيال راه بيان سير غير بشوية عليك، كتجي قدام هادي وكدير دولار كاك، وكتجي قدام هادي وكدير دولار. الدولار راه كاين عندكم في من وراء هذيك شابو اللي كنا شفنا قبيله، هذيك شابو اللي عقلتوا عليها راه كاين من وراها تابعها حرف الدولار. اوكي ابون لو نومبر دو كاركتير قالك تاع 15، صافي كندير اوكي لحظه ما عيش نجيب تاني. دابا هاد الصوره هذا كذا، هذا راه العدد ديال العدد ديال الحروف اللي هنا هو 15، اذا ضربت دخلت لهنا وبدات كتحسب 15 حرف وجه وتهزت وحطيتو هنا. هذا فيما يخص السؤال رقم 12. ندوز للسؤال رقم 13. السؤال رقم 13 سي تري سامبل، قالك سيدي كالكيلي لا مويان دي نوت دي دوفوار دو شاك ايتيديون لا بلاج سي سيت سي 29، كيهضر على هذا
هذا باج 67 سي 29 هذا كامل باش نوضعكم في الصورة. هاد لفة بعد الأولى، هاد 10274 هذا تخيلوا انتم بحال الاسم ديال شي تلميذ فلان بن فلان، هذا هو تلميذ آخر فلان بن فلان، هما أنا عاطين غير لي كود ما بغاوش يكتبوا الأسماء. دونك هذا التلميذ الفلاني، هنا شحال جا في الرياضيات نهار 22 في أوت، هنا شحال جا في المات نهار 29 أوت، هنا شحال جا في الرياضيات نهار 19 وغادية. هات تلميذ آخر، هات تلميذ آخر، وغادي سي بيان. ألوغ شنو قال لك هنا؟ هنا قال لك أسيدي هات التلميذ وشوفوا هاد الأرقام هادو اللي عندنا هنا، ها هما 10274 10301 راه هما هادو مرتبين كما هم نفس الترتيب نفس كذا. ما إذا هنا شنو قال لك؟ قال لك هنا احسب لي لا موين ديال هاد التلميذ، صافي المعدل ديالو في هاد الشي كامل ديال المات هاهي كالكولي كذا 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 لو نومبر من 22 اوت، حسب لي من 22 اوت حتى 12 ديسمبر. اذا بكل بساطه كنمشي ندخل هنا وكنمشي نكليك على افيكس وغادي نمشي نختار لا فونكسيون مويان. هاد لا فونكسيون مويان بيان سير غادي تقول لك فين هو العدد اللي بغيت تحسب. كندخل له نومبر ان وكنقول له وديها، كنقول لها راه العدد راه كاين في لافي سيكسيون 3 هو هذا، جر لي هادشي كامل حتى هذيك اللي واخا خاويه داخله في الحساب هاهي حيت راه دايرين هنايا فوالا صافي. كنقول اوكي مزيان. انا ما انتبهش واحد الحاجه ملي ديروا هاد ملي ديروا هاد العمليه كتجروا هنا هاد سيكسيون 3 هاهي هادي راه لو نون دو لا في، وهاد سي 3 اس 3 راه هو هاد الحقل ها هو سي 3 اول نقطه اللي هي 12 وغادي حتى الاس 3 اللي هي 2 ديسمبر اللي واخا خاويه. هنا خص ما يكونش عندنا شي علامه ديال الدولار، ما عرفتش انا ربما ديروا هذه العمليه ويبانوا لكم هنايا دي دولار بحال هكا اون سي جامي. المهم هادو خصهم ما يكونوش، اللي بانوا لي هذوك لي دولار يمشي يمسحهم يمسحهم بكل دقه ما يخسرش لا فونكسيون. من بعد ملي كتحسب هاد لا موين ديال التلميذ الاول كدير كليك على هاد تكليك على السجل كدير كليك على هذا هاد الاخضر ممكن تجر ورا انت بلاحظ هنا دابا عاوتاني راه مشات حسبات لا موين ديال التلميذ وهي غادية حتى لاخر تلميذ. هذاك الدولار اللي قلت لكم قبيله حيدوه الا لقيتوه، الا كان راه اللي كاين شي واحد اللي كيجر بحال هكا وكيخرج لي هنا كل يوم نفس هاد لافالور الاولى 16 16 هنا 16 16 16 16 16 وغادي. علاش؟ هذاك الدولار كيفيكسي، الدولار كيفيكسي هذا ما كيخليش يهود كيبقى هنا. بار كونتر حنا بغينا ملي نهودو للتلميذ الثاني حتى هنا تهود للتلميذ الثاني، وهنا ملي تهود للتلميذ الثالث حتى هنا تهود للتلميذ الثالث وهي غادية. الوغ هذا السؤال رقم 13، ندوزو للسؤال رقم 14. كخيي اون بلاج نومي، الوغ بوغ كخيي اون بلاج نومي راه قالك سي سات سي 29، الوغ غادي نضرب من سي سات وغادي نرجع حتى لسي 29 وكنمشيو فورميل وكنمشيو لهنا ديفينيغ النوم، كنقولو ديفينيغ النوم وهنا شنو بغاو السميه ديالو دوفوار. صافي بلاج نومي راه ديجا كنا شرحنا في دوك المسابق شنو كيعني. نمشيو للسؤال رقم 15، كالكولي لا نوت مينيمال دي دوفوار. المهم بكل بساطه هنا شنو بغاو؟ الا كانوا هنا قالك حسب لي لا موين ديال التلميذ يعني هاد المعدلات، هنا قالك سير جيب لي اقل نقطه جابها التلميذ يعني في الكولوم فين هي اقل نقطه. وهذا الماكس غادي يقول لك نفس الفكره، غادي يقول لك وديها التلميذ الاول اعلى نقطه ديالو، مثلا اعلى نقطه ديالو هي 20 فوالا، تكون هنا اقل نقطه وهنا اعلى نقطه. وعاد هذا نفس الفكره، اذا نفس الخدمه اللي دارت هنا غيدير هنا، غير هنا واحد الفونكسيون اخرى سميتها المين. الوغ كندير كليك هنا وكنمشي ندير كليك على اف اكس وغادي نمشي نختار لا فونكسيون مين. نعاود نذكركم اللي ما لقاهاش هنا يقلب عليها، طريقة البحث راه ديجا شفناها في الدوكيمون السابق. المين قال لك اسيدي فين هما العدد، العدد غادي نقول لا فونكسيون نقول العدد راه كاين في سيكسيون 3 وكاين هاد لاباج كامل قلب لي فيه على اقل نقطة صافي وكنجر. الماكس نفس الشيء، ندير كليك هنا ونمشي لإفيكس ونقلب على الفونكسيون ماكس هاهي تا هي غيقول لك فين هو العدد. دونك العدد راه كاين في لافي سيكسيون 3 وكاين
قلب لي في هذاك هو جيب لي اعلى نقطه ونجر. نعاود نذكركم الناس اللي جروا هذه وكلهم خرجت لي 11 11 11 11 11، راه خصو يربي لنا كاين الدولار عاوتاني شاد هذوك، داكشي اللي شرحت على هذه يطبقوا على هذه يطبقوا على هذه. صافي سؤال رقم 15، سؤال رقم 16 دوزناهم زدنا عليهم. السؤال رقم 17 سيدي قال لك كونتي لو نومبر دو نو دو دوفوار ايغال ا زيرو بور شاك ايتيديون. هنا قال لك ودي هاد التلميذ هذا احسب لي شحال من مره جاب الصفر هنا في الماط. بيان سور غادي يخرج لينا صفر هنا، علاش؟ لانه ما عمرو مثلا جاب صفر في الماط. هناخدو مثلا بحال هاد التلميذ، ها هو جاب صفر نهار 12 سبتمبر وجاب صفر نهار 31 سبتمبر، اذا خاصة التلميذ تخرج لنا جوج. إذا غنستعمل واحد الدالة اللي سميتها إم بي سي. إم بي سي غيتحسب أشنو غيتحسب؟ غيتحسب شحال مرة كاين الصفر، كل تلميذ شحال مرة عنده الصفر. إذا بكل بساطة كندخل هنا وكندير كليك على إف إكس وغادي نمشي نقلب على إم بي سي، ها هي ندير أوكي. قالت لك عطيني لابلاج، غادي أنا غندير التلميذ الأول، حسب لي غير التلميذ من 22 أو 22 سبتمبر. قلت شنو هو الكريتير؟ شنو اللي بغيتي نحسب؟ حسب لي الصفر، شحال مرة جا عنده الصفر تماك، ها هي صفر صفر، يعني صفر مرة جا بصفر. صافي ومن بعد نجر، ها هو التلميذ مرة واحدة جا بصفر، هذا جوج مرات، هذا جوج وهي غادية. ما تنساوش ديرو اوروجيستي للدوكيمون ديالكم. إذا هذا السؤال 17. بالنسبة للسؤال رقم 18، كالكولي لا نوت مويان دو تو لي زيتيديون كي نون با اون نوت ايكال ا زيرو. شوفوا معايا هنا هنا كنا حسبنا لا موين ديال كل تلميذ، استعملنا لا فونكسيون موين. هنا دابا شنو بغاو؟ هنا بغاو واحد الحاجه اخرى. شنو هي؟ بحال دابا بغاو يحسبوا لا موين ديال هاد لا موين ديال هاد لي موين، غيتجمع 16.16 على 12. المهم هاد الارقام كلهم يتجمعوا ويتقسم على العدد ديالهم. غير هما هنا عاطينا واحد الشرط، قال لك لا نوت مويان دو تو لي زيتيديون كي نون با اون نوت ايغال ا زيرو. يعني التلامذ اللي ما عمرهم جابوا صفر هما اللي نحسبوا لهم داك الشيء. بحال مثلا هذا شحال مره جاب صفر في المات؟ ما عمرو جاب صفر، اذا هذا خصنا ندخلوه في الحساب. هذا شحال مره جاب الصفر؟ واحد المره كتغيب ولا هادي ولا كذا جاب صفر، اذا هذا ما دخلش في الحساب. عاوتاني هذا جوج مرات داخل في الحساب، هذا غيدخل مع هذوك اللي غيتحسبوا. فوالا، إذا هي موين ولكن مشروطة، غادي نحسبوا لا موين ديال هذو ولكن بشرط، غادي نحسبوا غير الناس اللي ديما كيحضروا ديما يعني الفروض ديالهم ديال الماط كلهم جابوا فيها نقاط مزيانة. ألوغ فين غادي نديروا هادشي؟ غادي نديروا في ال دو، ال دو هي هادي، فوالا. إذا كندخل لهنا وغادي نمشي ندير اف اكس وغادي نمشي نختار موين سي، هما أصلا عاطينك هنا لا فونكسيون. قال لك غادي تستعمل موين سي، اوكي احنا استعملنا موين سي. لابلاج اللي غيتحسب اللي غيتقلب فيه على الكريتير، لابلاج اللي غيتقلب فيه على الكريتير ها هو لابلاج اف 6 اف 29، يعني هذا غيتمشي تقلب فيه. علاش غيتقلب على الكريتير؟ غيتقلب على الصفر، يعني فين ما لقات هنا الصفر هذاك ندخلو في الحساب. علاش الصفر؟ يعني راه ما عمرو تغيب، ما عمرو جاب شي فرض فيه صفر، غيدخل في الحساب. وهذا لابلاج موين دوفوار، دوفوار راح عرفها منين جات. دوفوار راه هو لونو ديال هاد لابلاج. هنا راه بحال قال لك دير هكا، نفس الفكره، بحال قال لك دير هكا. ها هي اصلا شوفوا نيت معايا كيفاش انا درت ليها. انا غادي نمشي غير نجر على هذا، غيطلع لي انا تكتب دوفوار نفس الفكره. اذا هاد الداله غتمشي لهاد لابلاج، ها هو غيتقلب فيه على الصفر، اللي لقات عنده صفر غيدخلو في الحساب. عاود هو زاد دخلو في الحساب، يعني غيمشي تشد هادي ديالو. عاود زاد هادو ما لقاش عنده صفر، فوت فوت، هذا غيمشي تشد هادي ديالو، هذا فوت، هاد الربعة غيتشد هادوك ديالهم. ملي تسالي هادشي كلشي كتجمع وكتقسم داكشي اللي شدات، هاديك هي لا موين. خص المهم خص يخرج لكم بعد هاد الرقم.